رقص حار نهارا وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجة، هذه هي أحوال الطقس العامة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس وتوقعاته خلال الفترة القادمة، احنا معانا على الهاتف الدكتور محمود القياتي، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بحضرتك واستاذة ميمنة وكل السادة المتابعين. يعني في البداية فندم، عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل طقس اليوم وأيضا الأيام القليلة القادمة. بالتأكيد يمكن زي ما حضرتك أشرتي في البداية، نقدر نقول إن الطقس ربيعي مستقر على كافة مناطق الجمهورية. درجات الحرارة على القاهرة بتتراوح في حدود ال 30 درجة مئوية خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس القادم ده خلال ساعات النهار. ولما اتجهنا شمالا من القاهرة في اتجاه محافظات الساحل الشمالي بتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، بتكون درجات الحرارة على محافظات الساحل الشمالي في حدود ال 23 ل 24 درجة مئوية، يعني دي أعلى درجة حرارة هتسجلها محافظات الساحل الشمالي على مدار اليوم وبتكون خلال فترة الظهيرة. ولما اتجهنا جنوبا من القاهرة في اتجاه محافظات الصعيد بترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي علشان تكون على شمال الصعيد أعلى من القاهرة بمعدل درجة درجتين، لكن بيكون الطقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد تحديدا وبتصل عليها العظمى ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية. زي ما متعودين خلال الفترة دي بمجرد غياب أشعة الشمس بتبدأ تنخفض درجات الحرارة بمعدل سريع علشان يكون في فرق كبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم. الفرق ده بيصل ل 15 درجة تقريبا على بعض المناطق، يعني لو القاهرة سجلت 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار بنلاقيها خلال ساعات الليل في حدود ال 16 ل 17 درجة. الفرق ده بيكون أكبر وملحوظ بشكل أكتر على محافظات شمال الصعيد اللي بيكون فيها العظم في حدود ال 31 ل 32 درجة، لكن بنتفاجأ خلال ساعات الليل بتصل درجات الحرارة إلى حدود ال 16 درجة مئوية. طبعا درجات الحراره دي فيها بعض نسمات الرياح، نقدر نقول نشاط نسبي للرياح على مناطق متفرقه وعلى فترات متقطعه بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره، علشان كده بننصح المواطنين بشكل كبير جدا بعدم ارتداء الملابس الصيفيه خلال ساعات الليل، خاصه الناس اللي بتخرج بالليل متاخر. طبعا احنا بنتاثر بامتداد لكتل هوائيه قادمه من البحر المتوسط درجات حرارتها في الغالب منخفضة أو معتدلة بشكل نسبي، علشان كده بنقدر نقول إن الأجواء حتى يوم الخميس القادم بتكون أجواء مائلة للحرارة نهارا إلى الحارة، وخلال ساعات الليل بتكون الأجواء مائلة للبرودة. طيب يوم الخميس هل متوقع إننا نشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة مرة أخرى ولا هنشهد استقرار؟ بالتأكيد دي النقطة التالية اللي حابين نتكلم عليها، وهي من يوم الجمعة هنبدأ نلاحظ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مش ارتفاع كبير، هترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين لثلاث درجات على أغلب الأنحاء، يعني القاهرة من يوم الجمعة تبدأ تسجل في حدود ال 32 ل 33 درجة مئوية، هيظل الطقس حار خلال ساعات النهار، مش هيكون ارتفاع كبير، وهتوصل ل 38 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد. في المقابل ايضا هترتفع معاها درجات الحراره اللي بنسجلها خلال ساعات الليل، وهي درجات الحراره الصغرى بمعدل ايضا درجه لدرجتين، فممكن نشعر ببعض الدفء خلال ساعات الليل خاصه على مناطق من القاهره الكبرى وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد. طيب خليني اسالك يا دكتور واقول لك انه يعني هذا الاسبوع مع نهايته هتبدا الناس اجازتها لعيد شم النسيم، يعني جمعة سبت حد اتنين الناس أجازة، فمن المتوقع أن بعض الناس تذهب إلى السواحل، سواء السواحل على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، فأنا عايز أعرف كمان توقعات لحضرتك يعني طقس هذه السواحل سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، لأن كتير من المشاهدين الحقيقة بيسألوا. طبعا مع الارتفاع اللي قلنا عليه اللي هيكون بداية من يوم الجمعة، الارتفاع ده مكمل حتى بدايات الأسبوع المقبل، ده هيتزامن إن شاء الله مع عيد شم النسيم وعيد الإخوة الأقباط.
بالتأكيد الارتفاع الطفيف ده مستمر معانا حتى بدايات الأسبوع المقبل، لكنه طبعا مش ارتفاع كبير نقدر نخرج. حتى السواحل الشمالية هتشهد هذا الارتفاع يمكن بمعدل أكبر شوية. نقدر نقول أن العظمى على بدايات الأسبوع المقبل على السواحل الشمالية الجمهورية تصل ل 27 درجة مئوية، بعد ما بتسجل الأيام دي في حدود 23 ل 24 درجة مئوية. لكن حابين نأكد على نقطة مهمة جدا، احنا في فترة تقلبات جوية بشكل كبير جدا بنتأثر بكتل هوائية من مصادر مختلفة، وده بيأثر بشكل كبير على التنبؤ كل ما زادت المدة. وبالتالي وارد جدا مع بدايات الأسبوع اللي جاي وأثناء فترة شم النسيم التنبؤات قبلها فترة قليلة تبدأ تتغير. علشان كده بننصح حضراتكم تتابعوا معانا النشرات والتحذيرات الجوية بصورة يومية. دكتور محمود القياتي أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا ومعلومات حضرتك القيمة دايما. شكرا لحضرتك. مشاهدينا دي كانت تفاصيل حالة الطقس اليوم وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا من نايف كيو وإلى اللقاء.